المسلمين. بيقول احمد عادل كمال انه بعد ما اجتازت الكشف الطبي فاضل خطوة واحدة بس نحو ان يكون عضوا في التنظيم الخاص. ايه هو ايه هي الخطوة؟ اهم خطوة واخطر خطوة والخطوة العجيبة المدهشة اللي وقف عندها الكثيرون، اللي هي ايه؟ فكرة البيعة. فكرة البيعة، كيف يتتم البيعة؟ طقوس لها طقوس كما طقوس الدخول وبيعة الماسونية. وهذا الكلام ليس نوع من التقعير أو نوع من المبالغة أو المحسنات البدعية أو اللفظية، وإنما حقيقة قالها أحمد كمال بنفسه. تم دخولهم وتحركهم من المكان المتواجدين فيه من مكتب الإرشاد أو من الشعبة كما يسميها نحو منطقة تسمى الصليبة، وفي شوارع متعرجة يسيرون خلف الدليل، ثم دخلوا إلى غرفة مضاءة بشكل كبير هو وأقرانه، ثم تم نقلهم من هذه الغرفة فردا فردا بشكل مفرد بشكل فردي. نقل أحمد عادل كمال إلى غرفة كانت كما يقول مظلمة، ظلام دامس لا يرى منها شيء، لكن بيشتم منها رائحة البخور والعطور الشرقية بتعبئ المكان، وهناك أصوات، صوت اثنين متواجدين والمكان قديم وأجلسه وتحدث معه حول فكرة الجماعة، هدف الجماعة والتضحيات التي يجب أن تبذل للجماعة، وبدأوا في ذكر أحاديث وآيات تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، ثم مد إليه يده ومسك إيده وضعها على المنضدة أو الطبلية زي ما قال، فيها حاجتين، فيها مصحف وفيها مسدس. بيضع إيده على المصحف وعلى المسدس وبيردد خلفهم طقوس البيعة بأنه أصبح عضوا في التنظيم الخاص للإخوان، بأنه بيبايعهم على السمع والطاعة دون نقاش، بأنه بيبايعهم على التضحية بالدم، هكذا التضحية بالدم. بيتحدث أحمد عادل كمال عن هذه الطقوس بدقة شديدة ويقول بعد أن فرغت من طقوس البيعة وأصبحت مقيدا من رقبتي بهذه البيعة سمعا وطاعة دون تفكير، سمعا وطاعة دون نقاش، سمعا وطاعة حتى لو قيل له ألقي بنفسك في المحيط لفعل، هكذا يقول أحمد عادل كمال. ثم انطلق ومنحوه رقما، كل واحد من الإخوان بيتم منحه رقم، كان رقمه هو 16 وزميله 17 و18، كل واحد لرقم، فكان رقم صاحبنا أحمد عادل كمال هو رقم 16 في التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.